السلام عليكم ورحمة الله، معاكم الباشمهندس كريم حسن من شركة كريتيف جروب. النهاردة هبتدي أول سيشن في الموديلنج. هبتدي إن أنا أشرح معاكم الكومباوند أوبجكت. إيه الكومباوند أوبجكت ده؟ هو عبارة عن علاقة ما بين مجسمات عندي. أنا عندي ممكن أعمل علاقة من شكل 3D مع شكل 3D، أو 3D مع 2D، أو 2D مع 2D. طيب نبتدي النهاردة بال 3D مع 3D. اول حاجة كده عشان اجيب الكومباوند اوبجكت هفتح الستاندرد بريمتيفز على الكومباوند اوبجكت. دي الايكونز او دي الادوات اللي هبتدي اعمل بيها العلاقات. اول حاجة اشرحها هي البولين والبروبولين. لو دخلت هنا كده على البوكس ورسمت بوكس هنا وجيت عايز ارسم بوكس على السطح دوت، فعشان ارسمه او محدد سيلكت على البوكس اللي هرسمه وفعل حاجة اسمها اوتو جريد. اوتو جريد دي بتعمل ايه؟ هتخليني اعرف ارسم على السطح بتاعي بالمنظر ده. طيب تعالى ادخل البوكس ده كده لجوه شويه، وعايز ابتدي اقص من البوكس الكبير الجزء اللي دخل جوه من البوكس الصغير. يعني عايز اقص من هنا كده الجزء دوت من البوكس الكبير. طيب تعملها ازاي دي بقى؟ هنيجي هنا على الكومباوند اوبجكت واقول له انا عايز امر بولين. لما اجيب كده امر بولين هلاقي هنا اول حاجه البيك بولين بيقول لي بيك اوبرانت بي. معنى كده ان انا عندي عنصر A وعنصر B. انا دلوقتي عامل سيلكت على عنصر A اللي هو العنصر الكبير، وهو دلوقتي عايز مني العنصر الثاني اللي هو العنصر الصغير. ونازل تحتيها الريفرنس والكوبي والانستنس، دي كانت اوامر الكلون. وعندي حاجه اسمها موف. هنزل تحت شويه هلاقي الاوبريشن اللي هي العمليه بتاعتك، يا اما يونيون اتحاد، يا اما انترسكشن اجزاء متقاطعه، يا اما سبتراكشن. طب انت بتقول عايز تقص حاجه من حاجه، يبقى انت عايز تعمل سبتراكت. عندك نوعين من السبتراكشن بتاعك، عندك A ماينس B و B ماينس A. احنا اتفقنا ان انا عندي العنصر الكبير هيبقى A والصغير B، يبقى انا كده فعلا محتاج سبتراكت A ماينس B، الكبير ماينس الصغير. هروح دلوقتي اقول له بيج اوبرنت B وابتدي ان انا امسك العنصر ده. يبقى انا كده قصيت الجزء اللي دخل جوه البوكس الكبير زي ما انا كنت عايز. طيب خلي بالك ان انت لو كنت عامل سيلكت على البوكس الصغير لما تدخل على البولين مش هتقول له بقى بيك سبتراكت A ماينس B، لا هتقول له سبتراكت B ماينس A، الصغير ماينس الكبير، وبيك اوبرنت B. تمسك العنصر الكبير او البوكس الكبير بتاعك هتلاقي نفس العمليه بتاعتك. لو انت كان عندك مثلا من هنا كده هترسم فوق السفير كوره اهي، وعايز تبتدي تلحم السفير دي مع البوكس بتاعك. يعني لو جيت حركت دوت كده تلاقيه بيتحرك لوحده، لا انا عايز الاثنين يبقى اوبجكت واحد. فهتيجي هنا كده على الكومباوند اوبجكت وتقول له في البولين انا عايز العمليه بتاعتي تبقى يونيون اتحاد، واقول له بيك اوبرنت بي وابتدي ان انا امسك العنصر الثاني. هتاخد نفس اللون ويبتدي يوصل ما بين السفير والبوكس سيجمنت هنا، خط كده لو شايفينه، يبقى وصل نقطه من نقطه وهما الاثنين كده عنصر واحد يتحركوا مع بعض في اي اتجاه. طيب لو كان عندي هنا بوكس بالمنظر دوت وجيت رسمت مثلا بوكس كده ورحت اخدت منه كوبي انستنس واخد منهم كابل تحت، لا شيفت الاول بالمنظر دوت كده وهدخلهم جوه. ولو جيت هنا اقول له كومباوند اوبجكت بولين بيك اوبرنت بي واختار العمليه بتاعتي ايه؟ سبتراكت ايه ماينس بي، وابتدي امسك الجزء دوت. هو كده قصه. لو عايز اقص البوكس التاني دوت مش هيقص معايا. طب لو جيت قلت له بيك اوبرنت بي ومسكت العنصر الثاني هلاقيه قفل الاولاني. طب ليه؟ بيقول لك اصل انا عندي هنا العمليه بتاعتي بيقول لي اوبرنت بي، هو عايز عنصر واحد بس وهو رقم بي، ما عندوش مثلا كذا عنصر. طيب حلها ايه؟ حلها ان انا عشان اخرج بره الامر اصلا بدوس رايت كليك في الفيو بورد. انا كده خلاص خرجت بره الامر، هخش جواه ثاني واقول له بيك اوبرنت بي وابتدي ان انا امسك العنصر ده. ثاني بيك اوبرنت بي وابتدي امسك العنصر ده. بس العمليه ممله وهتاخد منك وقت. طب لو عايز اعملها على طول في خطوه واحده هنروح لامر اسمه بروبولين. تعالى كده نشوف البروبولين معانا.
انا عندي بوكس هنا اهو، واتفقنا خلاص نرسم بوكسز يعني بالمنظر دوت، واقول موف لجوه، وابتدي ناخد مثلا منه كوبي كده. همسك بقى العنصر الكبير واخش على الكومباوند اوبجكت، هقول له بروبولين، العمليه بتاعتي سبتراكشن. بيقول لي بقى هنا ستارت بيكنج، ما قالش بيك اوبرنت بي، لا هو قال لك ستارت بيكنج، يعني ما حددش عنصر واحد بس اللي هتعمل منه العمليه، انت ممكن تختار اكتر من عنصر. طيب هقول له ستارت بيكنج، وابتدي ان انا امسك العناصر بتاعتي كده، يبقى انا كده قصيت البولين بتاعي. دوت كان اول حاجه عندي وهو البولين والبروبولين. بعد كده كان عندي علاقه ثانيه، عندي امر اسمه كونفورم. كونفورم ده عباره عن ايه؟ عباره عن فرش، عايز افرش حاجه على حاجه. تعال نشوف ازاي. لو انا جيت هنا رسمت سفير وادي بلان، يعني حاجه بالمنظر دوت كده، وعايز البلان دوت ينزل ياخد تقسيمه او ياخد الكيرفات بتاعت السفيد كانه فرش هو او على الكوره بتاعتي. طيب بيقول لي دي ليها تكنيك. اول حاجه ان انا علشان البلان دوت ينزل يتقسم محتاج هنا خطوط زياده علشان تتكسر، يبقى انا كل ما زودت خطوط كل ما هينزل سموث او يعرف يتكسر معايا او ينحني معايا بشكل احسن. طيب هتخش على موديفاي وهتزود السيجمنت مينيمم معاك 60 في 60، يبقى اقول له كده 60 في 60. طيب بعد كده هاجي على التوب وابتدي ان انا اصغر السكيل بتاعي شويه بالمنظر ده. يبقى تاني تكنيك عندي في ان انا اعمل العلاقه دي، ان لازم يكون البلان اصغر من الكوره، يبقى لازم يكون الفرش اللي انت هتحطه اصغر من المجسم اللي هينزل يتفرش عليه. تالت حاجه عندي ان انا لازم اكون واقف على التوب وانا بعمل العمليه بتاعتي. ابتدي ان انا دلوقتي خلاص ماسك البلان، زودت السيجمنت واقف من التوب والبلان اصغر من الكوره، هبتدي ان انا دلوقتي اخش على الكومباوند اوبجكت، هخش على امر اسمه كونفورم، وهنزل تحت كده هقول له بيك راب تو اوبجكت، وابتدي ان انا امسك الاوبجكت بتاعي. لما هاجي ابص كده هلاقي ان هو نزل اتفرش عليها. طيب عندي هنا هلاقي تدريجه الوان كده ما بين اللون الاصلي اللي هو كان بتاع الكوره اللي هو البينك واللون اللبني، فهعمل ايه؟ هنزل تحت واقول له هايد راب تو اوبجكت، بقى كده كل واحد فيهم اخد اللون بتاعه. خلاص كده يا شباب. طيب تالت علاقه عندي بين المجسمات علاقه الاسكتر. ايه الاسكتر دوت؟ لو انت عندك حته ارض وعايز توزع عليها النخل بتاعك. تعال نشوف ازاي. ادي الارض بتاعتي. بيقول لي النخل اللي انت هتوزعه دوت او ايا كان الطوب او الزلط او شجر او عربيات هتتوزع عن طريق الخطوط والنقط. فانا محتاج هنا اخش اعدل السيجمنت بتاعتي، ممكن مثلا نخليها 5 × 4. بعدين ابتدي ان انا دلوقتي ارسم سلندر، واعتبر طبعا السلندر دي هي النخله بتاعتي. هخش على الكومباوند اوبجكت واقول انا عايز امر اسمه سكاتر. بعد كده هننزل تحت هنلاقي حاجه اسمها بيك ديستريبيوشن اوبجكت، امسك لي الارض اللي هتوزع عليها، ابتدي ان انا اقول له بيك كده للارض بتاعتي. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الارض اخذت نفس اللون بتاع السلندر والسلندر اتغيرت مكانها. ما تيجي ننزل تحت شويه هنلاقي في السورس اوبجكت بارامترز حاجه اسمها دوبليكيت. دوبليكيت ابتدي ان هو ينسخها لي اكتر من مره كده الرقم اللي انا عايزه. انا كده نسختها 10 مرات، وهخلي بالي ان انا لما نسختها ابتدت ان هي تتوزع معايا بشكل عشوائي. تحت الدوبليكيت تلاقي حاجه اسمها بيز سكيل 100% كده، السكيل بتاعها 100%. ممكن ابتدي ان انا اقلل السكيل بالمنظر دوت او اكبره زي ما انا عايز. طيب
لو نزلنا تحت شويه هنلاقي حاجه اسمها ديستريبيوت يوزنج، هوزع عن طريق ايه؟ ايفن او راندوم فيسز على اوجه مختلفه او الونج ايدج. كده لما قال لي الونج ايدج كل السلندرز بتاعتك هتتحط على السيجمنت او على الخطوط بتاعتك. انا كده كل السلندرز اللي عندي في على الارض دي محطوطه على الخطوط، مش هلاقي واحده في نص الفيس بتاعي. وهيقول لي حاجه اسمها اول فيرتيسيز. طيب انت دلوقتي عامل 5 في 4 يعني كده حوالي عندك 6 عندك كده 30 نقطة. طيب انت حاطط 10 سلندر وعندك 30 فيرتكس، هل هو هيوزع ال10 سلندر دول على 10 نقط بعد كده يقف، ولا هيبتدي ان هو يقفل لي الدبليكيت ويوزع على ال30 نقطة 30 سلندر؟ هيقول لي بص انت امر الدبليكيت ده كان قديم، عملت له ابديت وبتوزع عن طريق مثلا الراندوم فيسز او على الخطوط او على النقط، يعني انت بتعمل ابديت للتوزيع بتاعك. وبعد كده انت قايل لي اول فيرتيسيز، اول يعني جميع، الونج يعني كان على الخط لكن اول على الكل. فلما تيجي تقول لي اول فيرتيسيز هبتدي ان انا اقفل لك الدبليكيت بتاعك، مش هتعرف تزوده ولا تقلله هنا، وهتلاقي ان انت حطيت السلندر عندك على كل النقط بتاعتك بالمنظر ده. اول ايج ميد بوينت، يبقى كده على كل ميد بوينت الايج ابتدى ان هو يحط لي السلندر بتاعتي. دوت كان ازاي اوزع اوبجكت على ارض عندي. احنا كده خلصنا العلاقه بين 3 دي مع 3 دي. يبقى انا كانت اول حاجه عندي هي البولين بروبولين، كنت ابتدي ان انا اقص منها او اعمل يوم من اتحاد او اخد جزء متقاطع مع جزء تاني. وايه شفنا الفرق بين البولين والبروبولين؟ ان البولين بياخد عنصر بيه، بروبولين بياخد معاه اكتر من عنصر. بعد كده شفنا امر الكونفورم، رسمنا سفير وبلان، ابتدينا احنا نفرش البلان على السفير دوت ياخد الانحاءات بتاعه الكوره. بعد كده شفنا امر الاسكاتر. تاني علاقه عندي هي 3 دي مع 2 دي. يبقى انا هيبقى عندي شكلين. اول حاجه شكل 3 دي وليكن بوكس، تاني حاجة شيب من ال 2 دي. طيب تعالى مثلا نيجي على التكست كده وابتدي ان انا اكتب هنا 3 دي اس ماكس. خلاص كده. طيب وبعدين بعد ما اكتب التكست بتاعي ابتدي ان انا ادوس كليك على البوكس، وخلي بالي ان انا اكون مفعل اوتو جريد. ليه افعل اوتو جريد؟ عشان اقسم على السطح اللي فوق. كده اتحطت معايا. طيب ابتدي ان انا امسكها وارفعها لفوق شويه. عايز ابتدي ان انا انحت التكست دوت على البوكس. طيب اول حاجه انا لما كنت شغال على الكومباوند اوبجكت كان عندي بيك اوبرنت A وبيك اوبرنت B، يعني كان عندي عنصرين وهنا برضو عندي عنصرين. اختلف ان انا رسمت جيومتري وشيب، رسمت شكل 3 دي و 2 دي. بس انهي فيهم هيبقى عنصر A وانهي هيبقى عنصر B؟ بيقول لي بص مش انت دلوقتي شغال على برنامج 3 دي ماكس؟ يعني 3 دي يعني الاولى عندك اللي هو يكون عنصر ايه هو البوكس مش الشيب. طيب نخش على الكومباوند اوبجكت وابتدي انا اقول له عايز حاجه اسمها شيب ميرج، واقول له انا عايز اعمل موف بيك شيب. وقبل ما اروح امسك الشيب بتاعي هبص على الاوبريشن بتاعتي، هل هي ميرج ولا كوكي كتر؟ طيب ميرج يعني هيعمل اتحاد او هينحت، انما كوكي كتر هيبتدي ان هو يقطع الكلمه. طب تعالى اول حاجه نشوف ميرج. لو جيت قلت له ميرج وقلت له بيك شيب ورحت مسكت الشيب بتاعي هلاقي ان هو نزل هنا واتقرا على الفيس بتاعي على اساس ان هو خطوط. قدام ان شاء الله لما ناخد الايديت بولي ممكن امسك الخطوط بتاعتي دي وابتدي ان انا مثلا اعمل لها اكسترود بالمنظر دوت كده، سواء بوزيتيف او بالنيجاتيف لجوه. دوت كان اول شكل عندي. وبعدين لو جيت هنا وهرسم بوكس تاني واروح اكتب التكست بتاعي 3 دي اس ماكس واحطه هنا كده واصغر السكيل شويه موف لفوق، همسك 3 دي
وابتدي ان انا اجي هنا اقول له انا عايز من الكومباوند اوبجكت من الشيب ميرج حاجه اسمها كوكي كتر، هقطع وابتدي اقول له بيج شيب وامسك الشيب بتاعي. كده ايه اللي حصل؟ هو قطع لي الكلمه على البوكس. لو دخلت كده من جوه هتلاقي ان هو قطعها. ودوت كان عندنا الشيب ميرج، ده الفرق بين الميرج. يبقى هنا عمل لي ميرج وهنا راح عمل كوكي كتر. طيب بعد كده عندي العلاقه من شكل 2 دي مع 2 دي، عندي امرين، امر اسمه لوفت وتيران. طيب تعالى كده نشوف اللوفت. هو انت بتقول لي 2 دي مع 2 دي يعني انا كده مش هرسم اي شكل 3 دي؟ ايوه. طيب تعالى نرسم هنا لاين من على الفرونت، هاجي كده اقف على الفرونت بتاعي وابتدي ان انا ارسم لاين. يبقى انا كده جيت هنا ورسمت لاين بالمنظر ده. بعد كده اروح ارسم ستار. طيب ده الشيب ودوت الباث، ده المسار وده الشكل اللي هيمشي على المسار دوت. طيب ما تيجي نمسك كده المسار بتاعي واخش على الكومباوند اوبجكت على امر اسمه لوفت واقول له جيت باث واروح امسك الستار. شايفين اللي حصل؟ الستار طلعت معايا بس فيها مشاكل صح؟ مش متقفله. طيب خلي بالك، هو انت هنا كنت ماسك ايه؟ انا كنت ماسك الباث. فلما اجي على اللوفت واقول له في الكرييشن ميثود طريقه الانشاء بتاعي، انت دلوقتي معاك ايه؟ معاك المسار، يبقى انت عايز الشيب، عايز الشكل. فاجي هنا اقول له لا انا محتاج الشكل، انا عايز اعمل جيت للشيب وامسك الشيب بتاعي. كده الاقيه متقفل معايا وكل حاجه مظبوطه تمام. خلاص شباب. طيب اخر امر عندي في الكومباوند اوبجكت امر اسمه تيران. لو عندي سيركلز كده بالمنظر دوت، طبعا واخده كلها سايز مختلف. طبعا انت العلاقه اللي هتحولها من ال 2 دي لل 2 دي هتطلع معاك شكل 3 دي، يبقى الريزلت بتاعتي النتيجه هتبقى 3 دي. لو انا جيت حولت الاشكال دي كده ل 3 دي، هم كلهم الزد او الهايت بتاعهم زيرو، فانا لازم اديهم هايت مختلف. فابتدي ان انا ارفع مثلا دول شويه كده، بعد كده امسك دول وارفعهم شويه، ممكن امسك دي وارفعها لفوق. ابتدي ان انا امسك اول سيركل عندي تحت واخش هنا على الكومباوند اوبجكت على امر اسمه تيران، وابتدي ان انا اقول له بيج اوبراند. هبتدي ان انا امسك بقيه العناصر بتاعتي، ادي العنصر الثاني، ادي العنصر الثالث، ادي العنصر الرابع. هو كده طلع لي الشكل بتاعي اللي انا عايزه. يعني ممكن مثلا تستخدمها دي في عمل الجبال، الهضاب والكلام ده، انيميشن اكتر من معماري. وبكده احنا خلصنا الكومباوند اوبجكت، واشوفكم ان شاء الله مع الموديفايرز.